يقول: ما حكم ضرب الدف للنساء في غير النكاح أو العيد؟ لا، ما يجوز، لأن الدف من اللهو، الدف من اللهو، واللهو محرم، ولم يرخص فيه إلا لإعلان النكاح بأيدي النساء فيما بينهن ليلة الزفاف فقط، يقتصر على الرخصة لا يزاد عليها. الأصل في آلات اللهو التحريم، ولا يباح منها شيء إلا ما رخص به الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل معنى جليل وهو إعلان النكاح. نعم.